ازيكم يا شباب؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده سريعا كده نكشف كذب تيربو اللي هو اصلا جنتل، تمام؟ واللي هيقول لي ده ازاي من على البوت، تمام؟ الاسامي القديمه يعني جبناها من على البوت. طبعا في بنت معاهم في التحالف، عاملين لها غسيل مخ معرفش، او غسيل مش عارف يعني. هي مندفعه وحماسها واخدها غلط، واخدها في الطريق الغلط، وتقول لك انتوا غيرت الاتفاق ومغيرتش الاتفاق. ادي كل الرسائل اللي ما بينه وما بين تربو، تمام؟ هو هجم عليا بالتي وان، رحت انا بهزر معاه وقلت له عايز تحرقني بالتي وان، اضربك بالتي حاجتي تولعك، تمام؟ بشوفك لو فاضي. ده هو اول شات ما بينه وما بينه، تمام؟ قلت له معبي جيش، تمام؟ قال لي ليه عم تفعل حمى؟ هو طبعا مصري كحروت، بس ايه، لازم طبعا نتكلم باللغه دي. بقول بستفزهم عشان يحشدوني، بستفزهم مش بستفزكم او بستفزك، انا كنت بستفز الاسبان عشان يحشدوني، تمام؟ بيقول لي حشدوك وتخبي جيشك، شو الفايده يعني؟ هو بص في الاخر هنا بيحاول يجرجر رجلي. قلت له خبي جيشي ايه؟ شكلك ما بتعرفني، تمام؟ عمل نفسه طبعا ايه ان هو ايه، ما بعرفك هتعرفني، تمام؟ قلت له تسمع عن سوبر ديمي ده في الاول اهو؟ قال لي لا والله يا حب، وهو عارفني وحاططني في دماغه زي ما بيقول لك كده، ايه، بيستعبط يعني، بيسوق العبط، تمام؟ بيقول لي بس اوتك ما تشيل جيش يصد، تمام؟ اوتك ما تشيل جيش يصد، تمام؟ قلت له تتوقع جيشي كام؟ قال لي 50، يعني 50 ايه؟ رحت انا قلت له 50 ايه؟ حط ميكسك، عايز يشوف الميكس بتاعي، انا عايز اشوفك بس. يا انا مش هقول اسمها عشان ما ينفعش اقول اسمها في الفيديو، بس هي طبعا بتشوف الفيديو وهتشوف دلوقتي الاتفاق اللي هم ماسكين لي فيه. انت خالفت الاتفاق، انت حطيت الاتفاق، يا ماما شوف الاتفاق بنفسك، تمام؟ قال لي حط الميكس بتاعك، تمام؟ قلت له حطيت. قلت له بس قول لي بس قبل ما احط الميكس 50 ايه؟ قال لي 50 مليون. انت متخيلين قوتي؟ قوتي دي 50 مليون. زي ما في كان واحد اسمه حمزة كاتب له انت بعت لباسك عشان تجيب الحساب ده، صح؟ يعني حرفيا الولد ده جابها قلت له يعني كيف جيشي 50 مليون؟ انا فاتح تي فور وخربت ام الابحاث، يعني انا جيش ازاي كده وقوتي كده؟ قال لي دي معداتك، لو جيشك 50 تنحرق لا تفعل الحمى، تمام؟ قلت له جيشي 15 بس بنحرق فعلا بس بضرر عادي اهو يا جدعان. يعني انا قلت له انا بتحرق يعني عادي، جيشي 15 وانا فعلا جيشي 15، تمام؟ يعني انا بتكلم معاه لحد دلوقتي فيش اي اتفاق ما بيننا، صح؟ بقول له اهو جيشي 15 وبتحرق عادي، يعني مش الموضوع، مش دير بالك تصد من يحممك يعني يبلعك حمام دم، تمام؟ دي اول رسائل، تمام؟ في واحدة تاني اها، خلي المملكة اللي ترتحل عليها 5.5 مليار، مش عارف ايه اهو. مفيش حد غير واحد هندي معداته بنفسجي، انا بقوله هنا مفيش حد عايز يحشدني غير واحد هندي معداته بنفسجي، وفعلا الولد الهندي ده كان عايز يحشد لي، بس ما كان كل ما يحشد ينضم له واحد بس، تمام؟ وهنا الرسائل اهي التانية اهو، قال لي هحشدك ميكس، دي اول، هو اللي قال لي هحشدك، انا ما قلتوش احشدني. قلت له ايوه، ما الميكس ده كاونتر از ميكس، تقلقش انا هنقل بس اشوف الحشد. شوفوا هنا، انا قايل له ان انا هنقل وهشوف الحشد، يعني انا قايل لك ان انا هنقل، يعني اهو انت بتقول اتفاق ايه، انا قايل لك انا هنقل، يعني انت محسسني ان انا قلت لك حاجه في الشات وجاي في العام تزيط، انا متفق معاه هو خالف الاتفاق، وفي بنت معاكم يعني عندها هرمون الضحك عالي جدا يعني ميكس يا حب كلمه للراجل ما تصير كلمتين، يعني ما تصير اتنين، يعني مصري طعميه حرفيا يعني معكوك بميه الطعميه، ماشي؟ قلت له ايه؟ الميكس بده كاونتر يا حب، تمام؟ يعني معناها لا تحكي كلام مش قده المره الجايه. ايه الكلام اللي انا حكيته ما بقتش قده؟ يعني انت محسسني ان انا عملت حاجه او اتفاق؟ فين الاتفاق؟ فين الكلام اللي انا حكيته؟ قلت لك هبلعك، قلت لك هصدك، قلت لك احشدني وهصدك، قلت لك انا مش هنقول هفضل جنبك
ووحشدني ورحت بعدين خالفت الاتفاق. فين لا تحكي كلام مرة. فين فين عشان اوريكم بس ان هو بطنه فاضيه بس. كلام ايه نرمي الميكس بده كاونتر شفنا حط درع. ده انا اللي بتكلم عليه يعني. انت شايفنا حط درع يعني كلام ايه؟ انا فعلا عايز افهم كلام ايه اللي انا قلته مش قده يعني. لا تحكي كلام مش... كلام ايه كلام ايه؟ انت مختل عقليا شكلك او عبيط او طفل مش عارف بصراحه. تمام ده الكلام اللي دار. تمام اول ما ولعني قلت له عاش شايفين ادي في الخاص اهو اللي بيقول لك شتم في العام ولسانه وحش وبيشتم وبتاع. بصوا اهو ولعني عادي قلت له عاش ما وفيت بكلامك بس عادي ما نردك خايب نحشدك. شايفين ما وفيت بكلامك. كلام ايه بالله عليك ويقول لي كلامي عشان العهات انا تعبت نفسيا والله. والتحالف بتاعه يقول لي انت ما وفيتش بالكلام والعهد. كلام ايه؟ كلام ايه اللي انا وفيت بيه يا اهبل يا ابني؟ قول لي كلام ايه يعني بالله عليك. قول لي كلام ايه اللي الكلام اللي انت قلته لي وانا حذفته من الشات. هات سكرين شوت او يا عمي هات انشر سكرين شوت لو معاك وانا بقول لك بالله عليك انا لن مش هنقول هفضل جنبك ما تخافش مش هتحرك. اوكي برو رحت طرت اخر المملكه. لا تمام قلت له طب احشد نوع. طلبت منه يحشد نوع. ليه؟ لان النوع حتى لو ولعني النوع سهل يتبلع عكس الميكس. الميكس معروف الميني كاونتر بيولعك بسبب التي 2 تمام وسبب النسب والصحه العاليه. قلت له الميكس بيحرق بس دي رسالتي ليه اخر رساله لي مني. قلت له الميكس بيحرق بس احشدني نوع ولا اي ما حشدش تاني من الاخر كده ما حشدش تاني. فلما لقيته انه خلاص لقيت بقى الشات العام الشات بقى اللي هو ايه بيزيطوا فرحانين وهو بيزيط معاهم ويقول لك ولعناك ومش عارف ايه ما تجيش هنا تاني واللي يقول لي مش عارف ايه تمام ثانيه كده والنرم ده جاي يقول لي بحطها في اليوتيوب. هحطها يا حبيبي امال هحطها فين يعني؟ ما حطيتهاش في اليوتيوب لما مؤاخذه يعني هحطها فين؟ تمام هما فاكرين ان انا لما اولع اللي هو ايه هخاف بقى وداري وما انزلش يوتيوب واكش والكلام ده. لا يا حبيبي عادي ما عنديش اي مانع ان انا اولع. تمام شوفوا هنا الرسائل تعالى ينبي وفعل حمى ونجرب لو يفل الحشد. تمام قلت له شو بدك تحشد انت فخ وانا قاعد حشد كل واحد يعرف كيف يلعب يعني. بصوا من الاخر كده بيقول لي انت اعمل اللي انت عايزه يعني انت كفخ اتصرف كفخ يعني نقول بعيد عايز تحط هجوم جيش يعني ايه اتصرف كقائد حشد. حلو كيف بدك عايز نفضل جنبك اهو يعني عايزني ازاي افضل جنب يعني ازاي انت بتفكر ازاي معلش ماشي من وانا اجيب لك سجاد بنص الليل من وين اجيب لك سجاد بنص الليل؟ طب انا اجيب انا يعني السجاد اللي انتوا ضربتوه ده ما كانش سجاد ماشي تمام. وهو اللي هنشوف هيفلل ولا والحشد فلل في ثانيتها يعني كانوا مستنيين او هو كان بيتكلم معاهم في الشات بيقول لهم انا هخليه فعل حمى ونحشده ونولعه فاهم ونزيط عليه. وطبعا كانوا متفقين على الحوار ده بس عادي يعني عادي انه ولعني يعني ده حشد ميكس تمام. المهم هذا هو انا يعني ما وعدتوش ان انا افضل جنبك. قلت له حلو كيف بدك عايز ان افضل جنبك يعني بصوا اهو ما فيش اي اتفاق ما بيننا ان انا هفضل جنبه تمام. حتى انا قلت له كيف يعني عايز ان افضل انت عبيط يا ابني ولا ماشي اشوفك شرط اشوفك شرط دي هتشوفوها في الفيديو اللي جاي باذن الله تمام. وهو بيشرط وانا بحشده وبينقل بعيد عشان يصدني ويقول لك اشوفك شرط اشوفك شرط.
اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش مش عايزك كده ها اجمد لسه اللي جاي جامد. احترم نفسك يا نوسه لحسن عليا الطلاب الطلام ونات وما هو جرايه ورش اللي حلال له هاتي وتابت حاطس مال عينك ولا ايه؟ ده يا حماده ده مش شرط تمام، وقلت لهم في الشات العام شرط وبتاع زي ما انت شرط زي ما قلت عليه انا شرط. الفيديو الجاي هوريك مين اللي شرط. صباح الفل مش الطفل اللي يشرط عاش ماشي. دي الشات اللي ما بينه وما بينه تمام. هنا قلت له الميكس بيحرق بس شايفين ما فيش اي حاجه من الاتفاق اللي هو بيحكي فيه او خليت بكلامي معاه او قلت له ان انا هفضل جنبك وحشدني وما تخافش انا مش هنقول ونقلت. لا انا قلت له انت عايزني ازاي افضل جنبك؟ انت مجنون يعني انت عايزني افضل جنبك؟ هو قال لي اتصرف كفخ وانا هتصرف كقائد حشد تمام. وانا قلت له ان هنقل بعيد ما تضربش سجاد، يعني انا مش عايزهم يضيعوا سجاد، انا هنقل بعيد اشوف نوع الحشد بس وهنقول. يعني انا قايل لك كده في الخاص، ليه تقول في العام كلام وتحكي كلام معاهم في التحالف وتعمل نفسك انك ضحك عليك غدرت بيك قلت لك اعمل كذا وعملت عكسه؟ ما تبقاش هراي زي النسوان، لان الحريم من صفاتها الهري وان هي تكبر المواضيع وتقول ده قال وعاد وبتاع. فاهم انت قلت كلام التحالف الغلابة اللي معاك صدقوك وفي بنت صدقتك وبتهاجم بطريقة وحشية تمام، وتنشر بوستات على الفيس وبتتكلم كلام عبثي، بس انا معايا الحياة كلها يعني واديني نشرتها تمام. ده غير ان انا هنشر الرسالة اللي وصلت لي اللي كانت فيها شتايم منهم في الخاص، ولما جيت اشتمهم انا في العام قال لك ده بيشتم. ده انت نفس الاسم تمام اللي هو ابو ايوب ده، وهو بيتكلم في الشات العام بعت لي رساله في الخاص بيشتمني، فرحت شتمت الشتيمه اللي بعتها لي في الخاص بعتها له في العام قدام الناس كلها، فقالوا لي انت بتشتم ولسانك ومش لسانك وبتاع. هو شتمني خاص اصلا فاهمين ازاي، وهو مرضيش يرد لي الشتيمه في العام، مش شتمنيش في العام بعت لي شتيمه تانية في الخاص. ومعظمهم كده يعني لو يشتمك في الخاص ويجي في العام يقول لك انا ملاك انا ما عملتش حاجه، لو يستفزك برضو عشان انت تغلط تمام، هو بس يقص بس الشتيمه اللي انت بعتها له وخلاص على كده، ويروح رفعها على الفيسبوك بوست ولا المهم ايه يقول ان انت وحش وخلاص، بس ما يجيبش الحقيقه كامله تمام. انا جبتها لك كامله يا عم تمام، و بس شفته كدبه. يا ريت الناس تكون شافت كدبه ان هو بيحور، ولا هو انا قلت له احشدني ولا اتفقنا على اي حاجه، بالعكس هو اللي طلب وقال لي هحشدك ميكس، قلت له تمام، وقلت له ان انا هنقول اخر خريطه هشوف بس نوع الحشد بعد كده هنقول مش هدرع تمام. وطلب مني ان افعل حمى فاكرني ان انا هنقول بعيد واخليه يضيع سجاد على الفاضي وادرع، فاكرني جبان يعني وكده. بس انا كده عملت اللي عليا، نشرت الموضوع اللي كان شغلهم يقول لك ده مش عارف ايه، ده كان في اتفاق خالد بالاتفاق ونشرها لي بوست على الفيسبوك. يا هبله يا هبله، قبل ما تنشر حاجه على الفيسبوك ولا قبل ما تدافع عن حد اعرف الموضوع جاي منين وجاي ازاي تمام. شوفي الموضوع ماشي ازاي وخلص على ايه، شوفي مين اللي غلطان قبل ما الحماسه تاخدك وتروح منزله بوست وتكسفي نفسك. وانا هطلع اقول او ان انت الكلام اللي انت قلتيه في الفيديو ده كان او اللي انت نشرتيه في البوست ده ملوش اي استلاف لازمه. الكافر الملحد لقد كفر بك سعد الدين الهلالي. كفر الله اعلم بقى استتابه ولا لا، دي قصه تاني، لكنه كفر. لا مكمل، هو مكمل يبقى كافر ابن كافر. I am you.